انا لازم اخد بالي ابني بيتفرج على ايه، بيعمل ايه، واسمعه والاحظه في البيت. ممكن فجأة الطفل تلاقيه وحيد مش عايز يروح المدرسه. كتير قوي يقولوا ابني مش عايز يروح المدرسه، ما بيحبش الدراسه. لا هو مش بيحب الدراسه، لا هو اتعرض لحاجه شوفوا اذته ايه اللي هناك. خلاه يكره الدراسه. بس اتكلم معاه وللاسف ساعات حضرتك احنا بنسمع ان المدرسين نفسهم اوقات يعني بعض منهم بيتنمروا على الطلبه، بيتنمروا للاسف على الطالب من غير للاسف. ما ياخد باله، في طريقه، في اسلوبه، طريقه كلامه، فده طبعا بينعكس على الطفل بشكل كبير يعني. المفروض المدرس قدوه. طبعا انا لو المدرس عندي في الفصل مش قدوه، انا عملت ايه؟ المدرس ده قاعد معايا اكتر من ابويا ومامتي. بالظبط. فلازم ان هو هياخد باله لما حد، حتى لو طفل تنمر على طفل، يوقفه عند حده ويكلم ولي الامر بتاعه ويحاول يظبط علاقته بالطفل التاني تبقى علاقه صحيه. بصي، هو في فرق كبير قوي بين اطفال بيتخانقوا مع بعض، بيلعبوا مع بعض بطريقه فيها ود متبادل وهم موافقين على ده. كتير مش كل حاجه تنمر. اللي في اطفال ما بيبقوش واخدين بيلعبوا بالهم مع ان هم بعض بيتنمروا على بالظبط. صديقهم وهم مش واخدين بالهم. فده اللي انا بنتكلم عليه، ان احنا ازاي نعلم اولادنا ازاي يتعاملوا مع بعضهم، ازاي يتعاملوا مع اصدقائهم. اعلمه يحترم نفسه، اعلمه الثقه بنفسه، اعلمه ان هو يكون عنده كبرياء، اعلمه ان هو بني ادم يحترم، بني ادم له اهميه، ان انت مش حد كده وخلاص. يعرف قيمته. انا لو علمت ابني ان انت ليك قيمه وانت انسان محترم وانت انسان كويس وانا بقدره في بيتي، هو هيتعلم يقدر نفسه. لكن لو انا بهمله وانا بتنمر عليه في البيت او والده، فخلاص هو حاسس ان هو قليل، هو حاسس ان هو يستاهل ده، فبفضل طول الوقت منطوي. فلما زمايله اللي هم اللي بيتنمروا طبعا بيكونوا اقوياء وشايفين نفسهم شويه، فبيجوا على الطفل الغلبان الطيب المنحصر مع نفسه ده. بالظبط. يعني حضرتك سمعتي ان في يعني بعض الحالات وصلت للانتحار بسبب التنمر؟ ده حقيقي. يعني حصل في الولايات المتحده، وحصل مره في اسكندريه هنا، ان في ولد جابوه من على قضبان السكه الحديد، كان خلاص هينتحر بسبب التنمر. لما سالوه حشقه قالوا له، قال لهم ان في المدرسه بيتنمروا عليه. يعني الموضوع خطير جدا، وصل يعني هو للاكتئاب سلوك والقلق عدواني والانتحار. لإنسان. طب حضرتك شايفه ان احنا ممكن يعني نطالب بوضع مناهج دراسيه لشرح يعني مدى تاثير التنمر للاطفال، للشباب؟ لان حتى التنمر موجود احيانا يعني ما بين الشباب نفسهم. ده حقيقي. وشايفه الكبار والصغيرين. والكبار ده ممكن في يعني في مرحله الشباب كمان ساعات بتكون اكتر شويه، الشباب في سن المراهقه. ده بسبب ايه؟ يعني حضرتك سايبه ان ممكن يكون بسبب الفراغ ولا ملهاش علاقه؟ بصي، هو لا، انا ما اعتقدش ان الفراغ له علاقه، هي ليها علاقه اكتر بالتربيه من البيت اللي انا طالع منه. ففي ظل الظروف الاقتصاديه، في ظل الظروف السياسيه، الناس بتبقى دايما الاهالي مشغوله في الحياه وبتجري، فمش ممكن ما بينتبهوش لتربيه ولادهم. انا بخلف عيال كتير بس انا مش منتبه للتربيه. فده يعني ده احنا لازم نعمل توعيه بده فعلا، ان هم انا اجيب طفل واحد اربيه كويس بدل ما اجيب 10 وانا عماله ارمي في المجتمع ناس ما عندهاش وعي باي حاجه، بيتاذوا وبيأذوا. تمام. فمحتاجين احنا كنا توعيه. شايفين في رمضان اللي فات كان في مسلسل خلي بالك من زيزي، كان في حاله دي حضرتك حاله واضحه جدا يعني، وكله اتكلم عليها بشكل فظيع. البنت اللي هي كانت بتتنمر على شخصيه تيتو، كانت طول ده الوقت مثل حي، يعني مثل يعني احنا حي على فكره جدا. احنا لو ممكن احنا سلطنا الضوء في المجتمع يعني اعمال زي الاعمال دي، يعني حتى بعيدا عن الندوات او عن المحاضرات اللي احنا ممكن نوعي الناس، ممكن اعمال دراميه بالظبط. توصل للناس الموضوع. حضرتك ممكن تحكي لنا عن المجمل في الموضوع في المسلسل بصراحه تنزل. هو انا عجبني جدا المسلسل، هو حسيته فيه الفيديو توعوي. معانا على الشاشه دلوقتي بيتعرض، حضرتك اشرح لنا. هو البنت دي كان عندها اضطراب ADHD، فهي عندها فرط حركه وعدم تركيز، هي طول الوقت بتتحرك ومش مركزه، فكان مستواها الدراسي قليل شويه. فكانت دايما زميلتها في الفصل او زمايلها يتريقوا عليها، يقولوا عليها الكلام مش كويس. فالبنت وصلت ان هي حالتها ما كانتش عايزه تروح المدرسه، ما كانتش عايزه تكمل، مستواها الدراسي نزل، عايزه تقعد لوحدها. وصلت ان هي راحت ودوها لمعالج نفسي، فدي احسن حاجه عملوها. فالتنمر لا بيأذي اكتر يعني من كده. الظاهرة هم دي جايبين مثال الموقف بسيط، اللي في المسلسل ده طبعا من الواقع، يعني اكيد واقع يعني جدا، بيحصل، واكيد والواقع اسوأ صدف كتير امثله زي كده كتير جدا، والواقع ساعات بيكون اسوأ من كده. يعني هم جايبينها بطريقه كمان عشان توصل للناس. لا، ساعات في اولاد او بنات بيتأذوا بطريقه صعبه جدا،
يوصلوا ان هم انا مش قابل لوني، مش قابل شكلي. انا بيجي لي اولاد ساعات بيقطعوا في جسمهم بآلة حادة باي حاجه، علشان هو شايف ان هو شكله مش حلو، عشان هو مش مقبول، مع ان هو بتكون بنوته مثلا زي القمر، بنت اموره، بس يعني حد قالها انت ايه ده الجسم ده، ايه الشكل ده، ايه اللون ده، وممكن يكون الكلام مش مظبوط، مش صح. يعني ممكن تكون بنت عاوزه تضايقها، بنت غيرانه منها، ودي طفله مش فاهمه، مش واعيه لده، يعني مش واعيه ان الكلام مش مظبوط، فممكن تتاثر بالكلام وتاخده على محمل الجديه. بالظبط، هي دي المشكله، بتقلل ثقتها بنفسها، بتشوف نفسها مش حلوه، يعني هي بتشوف نفسها انا مش حلوه وما استحقش، فبتقعد تاذي في نفسها. فالاهل ياخدوا بالهم جدا من اي خدش في جسم ابنهم، اي جرح، اي والحوار حاجه. حضرتك يعني لو انا عودت ابني او بنتي ان هو يرجع من المدرسه يحكي لي عن كل موقف حصل، بالتالي انا هعرف موقف زي اللي حصل ده بالظبط، انا ممكن انا اعالجه بطريقتي، او ممكن اوعي الطفل ده وافهمه ان اللي حصل دوت ايه، مضايق ان ده مش مظبوط، ان ده غلط، بدل ما هو تاخده من صاحبتها بمحمل الجديه وممكن ياثر بيها مدى حياتها، يعني طول سنين حياتها ممكن الموقف ده ياثر فيها فعلا. حقيقي.